أسامة مروى يقف بجانب نارين بيوتي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت نارين بيوتي اليوم بنشر فيديو جديد على قناتها، كان عبارة عن تحدي آخر واحد يشيل إيده من السيارة رح يربحها، ونارين أحضرت لهم سيارة. وأسامة مروى حكى لنارين أن اليوتيوبرز بيربحوا سيارات حقيقية مو لعبة، لترد عليه نارين أن الجميع بيقول أن اليوتيوبرز ما بيربحوا سيارات حقيقية وهي رح تربحها، واعتبر المتابعين أن كلامها موجه لليوتيوبر موفلوكس الذي اعترف بنفسه من خلال برنامج نورمال أنه لا يقوم بتربيح السيارات بل يقوم تأجيرها لليوتيوبرز فقط لمدة 3 أيام. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ وجايز الشخص اللي مرافقني بكل مصايبي مين؟ طبعا حبايبي مين؟ أكيد أنا أكيد أكيد أنت أنس حبايبي. في بكرة مش مصيبة، إشي جد حلو. بكرة في تصوير أنس، لا تحكي مفاجآت، الله يوفقك. أوكي بس شوي، بكرة تصوير فيديو كليب لبسة. لا ليه عم تحكي؟ اوكي خلاص جايز حكى ومشي الحال، بس استنوا رح تشوفوا شيء. هنولع الجو والجو ولا لا؟ طبعا اعطوني رايكم بالكيرلي. خلص كيرلي انا من يوم طالع هاي الستوري. بس اليوم تصور فيديو يوتيوب نار عندي على القناه. كل يوم تصوير عم نحن نولع الجو.